ترى صديقتي من 15 سنة، أعرفها زين، خبزتها وعينتها. يدري بس يعاقب عشان الكلام، عشان ما نبي مشاكل. لا تحاتي. أهلاً. هلا، هلا بالحب، هلا بصديقة عمري، هلا بقلبي. تدرين إيش كثر أحبك؟ أموت فيك. كثر ما أحبك، قررت أقاسمك بكل شيء. زوجتها؟ لا لا، بس يعني إن شاء الله قريب، وبعدين أنا إذا بروح عندك أكيد باخذك معاي يعني. حبيبتي أنا منو عندي غيرك؟ يعني خلاص ما بدنك ماي؟ ما بدني ماي. بعدين احنا ايش قلنا؟ شنو؟ ايش قايل لها من وراي؟ لا يكون في مواضيع انا ما اعرفها. اي قايل انه بيتزوجك عقب ما يدبسك بقضيه. انت لا تخربطين بالحكي. شنو بلشت هواش من الحين؟ لا يا حبيبي، لا هواش ولا شيء، بس ما داك تنسى الحكي اللي قلت لي اياه. عادي، الدنيا مصالح. وبعدين حبيبتي انا مو غبيه عشان اطيح مرتين. ولا ايش رايك خالد؟ بالضبط. أصلاً أنت يعني لو مو ذكية كان أنا بعد ما اخترتك. كذي سالفتكم أنتوا الاثنين؟ عيل سمعوني، الموضوع بكبره مهامي، وهذا ماني هادته لك. دام كذي باكر منك. خلاص باكر باكر. وأنا موافقة، بس بشرط. أمري حبيبتي، تشرطي، قولي اللي تبينه. إنك ما تاخذينه مني. وما ينام برا البيت. ما عندي مشكلة، عادي. أنت أكثر واحدة عارفة، أنا أبي ريال عشان يحميني. ما في شيء ثاني. وإذا تبين يبقى شي وأقعد عندك، هم ما عندي مشكلة. باي. باكر نمت.